رئيس دولة الإمارات وأمير الكويت يبحثان تعزيز العمل الخليجي المشترك. لقاء مصري بحريني يبحث الأوضاع في قطاع غزة. ومصر تؤكد دعمها للمبادرات الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وبالتزامن المفوض العام للأونروا يحذر من خطورة الوضع في غزة. أهلا بكم. وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في زيارة هي الأولى له إلى دولة الإمارات منذ توليه زمام الحكم، حيث كان في مقدمة مستقبليه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد النهيان. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد بحث الجانبان العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، وذلك في إطار روابط التاريخية الوثيقة التي تجمعهما وشعبيهما الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وقبل مغادرته الإمارات، منح الشيخ محمد بن زايد الشيخ مشعل الصباح وسام زايد تقديرا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين. وفي العاصمة المصرية القاهرة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له. صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول الأوضاع في قطاع غزة واستعراض الجهود المصرية للتهدئة، وتم التشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل، حيث أشاد الفريق ركن ناصر آل خليفة بجهود مصر في هذا الصدد وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما يتم إنفاذه بريا عبر منفذ رفح. كما تم تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة والدفع نحو عدم توسع نطاق الصراع لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي. وفي وقت سابق خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعزيز وتطوير تعاونهما المشترك بما يحقق مصالح شعبيهما ودول المنطقة. وأشار الرئيس السيسي أن المباحثات استعرضت الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلا من الحروب والدمار والخراب. ومع استمرار آلة القتل الإسرائيلية، حذر المفوض العام لوكالة الأونروا للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني من خطورة الوضع في قطاع غزة بعد تعرض سكان القطاع إما للقتل أو فقد أثرهما. جاء ذلك في اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عمل وكالة المعنية بغوث وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا، حيث أشار لازاريني إلى أن أكثر من 100 شخص قتلوا قبل أيام أثناء سعيهم للحصول على الطعام، فيما يموت أطفال لا يتعدى عمرهم 4 أشهر بسبب سوء التغذية والجفاف، مضيفا أن الهجوم على رفح تسبب في نزوح نحو 1,400,000 شخص مع عدم وجود مكان آمن أمامهم يمكن أن يتوجهوا إليه. وأكد أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 26 يناير أمرا ملزما قانونا يتضمن تدابير مؤقتة تتعلق بالفلسطينيين في غزة، تشمل مطالبة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي بمقدورها لمنع ارتكاب أعمال تقع في نطاق المادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية،
والتي تشمل تمكين تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها. النائب البحسني يلتقي وزير الخارجية الكويتي والنائب المحرمي في نشاط متواصل لمعالجة الأوضاع، ورئيس الحكومة يبحث مع مسؤولين دوليين وإقليميين تداعيات الهجمات الحوثية وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية، ووزير الدفاع يقول إن الضغوط الدولية لمنع تحرير الحديدة اكتوى بنارها الجميع، وبالتزامن مع تصعيد حوثي متواصل ضد سفن الشحن الدولية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء ركن فرج البحسني مع وزير خارجية دولة الكويت عبد الله اليحيى أفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها وتطويرها. وأشاد البحسني في اللقاء المنعقد بدولة الكويت بالدعم المستمر الذي تقدمه دولة الكويت في مختلف الظروف، خاصة لمحافظة حضرموت التي شهدت تحديات عدة نتيجة للظروف السياسية والأمنية، مثمناً المساعدات الغذائية والطبية والمشاريع التنموية والإعمارية التي قدمتها الكويت لدعم البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية في البلاد، متطلعاً إلى تقديم المزيد من الدعم في مختلف الجوانب وفي مختلف المحافظات المحررة. ومنذ عودته من زيارة خارجية، قام نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي بنشاط متواصل في العاصمة عدن، تضمن سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين دوليين لبحث خروقات ميليشيات الحوثي المستمرة، ووقف مع رئيس الحكومة أمام معالجة الأوضاع في المحافظات المحررة، وتباحث مع مسؤولي الوزارات والمنشآت الخدمية والحيوية في الحكومة سبل معالجة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملهم. نشاط متواصل بدأ به نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي منذ عودته للعاصمة عدن مع نهاية الأسبوع المنصرم، عقد خلاله لقاء مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي، وتحدث بأن الصبر على خروقات ميليشيات الحوثي سينفذ، وأن استمرارها في أعمالها العدائية يهدد بتفجير الأوضاع ونسف الجهود السلمية، وهي جماعة إرهابية لا تؤمن بالسلام. المحرمي أشار في حديثه مع المسؤول الأممي أن زيادة تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين بكمية كبيرة بعد فتح ميناء الحديدة هي إحدى التداعيات السلبية التي حصدها اتفاق ستوكهولم وفتح الميناء لهم، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إعادة النظر في جدية تلك الميليشيات في الجنوح للسلام. وعلى المستوى الحكومي، عقد النائب المحرمي لقاء مع رئيس الحكومة الجديد أحمد بن مبارك، حثا إياه على إيجاد آليات فاعلة لوقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية وتنمية الإيرادات التي تضمن توفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة، وكذا ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الحفاظ على موارد الدولة والمال العام من العبث وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لخدمة المواطنين. وعلى المستوى الخدمات، واصل المحرمي نشاطه بعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولي الدولة في القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين، واستهل نشاطه بلقاء قيادة وزارة الكهرباء والطاقة، وتطرق اللقاء إلى أهمية محطة الطاقة الشمسية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة كأول مشروع استراتيجي للطاقة النظيفة والمتجددة، موجها بسرعة التفاهم مع شركات الطاقة المشترى التي وافقت على التحول من الديزل إلى المازوت وتسهيل كافة الإجراءات بحسب النظم المعمول بها. وفي ذات النطاق، ناقش المحرمي مع المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن مستحقات المصفاة لدى الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية وإعادة تشغيلها كمنطقة حرة كما كانت وفقا لما كانت عليه قبل اندلاع الحرب. وفي ذات السياق، استمع المحرمي من المدير التنفيذي لشركة النفط إلى نشاط الشركة وسير العمل فيها وآلية تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية، وجدد المحرمي الحرص على تذليل الصعاب التي تعيق تقدم العمل وتضر بمصلحة الوطن، مؤكدا ضرورة إلغاء كافة قرارات التعيين التي تفتقر للمعايير القانونية والمهنية وتمت بناء على المحسوبية بعيدا عن الكفاءة والنزاهة. التقى رئيس الحكومة أحمد بن مبارك في العاصمة عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
وسفيرتي فرنسا وهولندا لبحث فرص إحياء العملية السياسية وتداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الشحن البحري والملاحة الدولية. وجدد بن مبارك الموقف الثابت للحكومة والمجلس الرئاسي تجاه استئناف العملية السياسية وإحلال السلام، مشيدا بدعم الاتحاد الأوروبي والتعهدات الأوروبية لتخفيف المعاناة الإنسانية وأهمية العمل المشترك لموازنة العمل التنموي المستدام والإغاثي. إلى ذلك شدد بن مبارك خلال لقائه مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، شدد على أهمية انتهاج الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها آليات أكثر فعالية واستدامة للتعامل مع الوضع الإنساني والتنموي وموائمة برامجها مع أولويات الحكومة، وتحويل مبالغ الاستجابة الإنسانية عبر البنك المركزي في عدن، وإعادة النظر في خارطة توزيع المساعدات والاستجابة لاحتياجات النازحين من مناطق ميليشيا الحوثي. كما طلع رئيس الحكومة من رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على مضامين الاتفاقيتين التي تم التوقيع عليها مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والهادفة إلى تعزيز كفاءة الطاقة في اليمن والقدرات التقنية والمعرفية، إضافة إلى دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن اليمن تعول كثيرا على عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج وحريصة على أن تكون جزءا من هذه المنظومة بشكل فاعل. إلى ذلك بحث وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري في العاصمة عدن مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي الجهود الأممية لوقف إطلاق نار دائم في ظل تصعيد الحوثي واستهدافه للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. ولفت الوزير الداعري إلى أن الميليشيات الحوثية ترفض السلام وتنقلب على الاتفاقيات والمواثيق وتفر إلى التصعيد العسكري والحرب، مؤكدا زيادة وتيرة تهريب الأسلحة الإيرانية وبكميات كبيرة إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية بعد فتح ميناء الحديدة، مشيرا إلى أن الضغوط الدولية على الحكومة لمنع تحرير الحديدة قد اكتوى بناره الجميع. إلى ذلك ناقش وزير الدفاع مع المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث تعزيز التعاون بين الجمعية والوزارة لتقديم الرعاية وتركيب الأطراف ضحايا الحرب والألغام. وفي اللقاء أكد وزير الدفاع استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات بما من شأنه الاعتناء برجال القوات المسلحة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع مركز الملك سلمان لتركيب الأطراف الصناعية لضحايا الحرب والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات. وعن الهجمات الحوثية، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الإرهابيين الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن إلى جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى سقوطه في الماء دون الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات للسفن التجارية أو البحرية الأمريكية. وفي بيانها أضافت المركزية الأمريكية إن الإرهابيين الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن إلى خليج عدن على سفينة الحاويات MSC سكاي مملوكة لسويسرا وترفع علم الليبيري، موضحة أن أحد الصواريخ سقط على السفينة مما أدى إلى وقوع أضرار. وأفادت أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات واستمرار السفينة في طريقها. إلى ذلك قالت القيادة الأمريكية أنها نفذت ضربات ضد صاروخين كروز مضادين للسفن مما شكل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. هذا وذكرت ميليشيات الحوثي على لسان متحدثها العسكري أنها نفذت عملية استهداف للسفينة MSC سكاي، وقالت إنها إسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ البحرية، وقالت إن الإصابة كانت دقيقة. وأضافت الميليشيات أن العملية جاءت بعد ساعات فقط من تنفيذ عملية أطلقت خلالها عددا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر. نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا: رئيس الحكومة يطلع من لجنة مناقصات شراء وقود الكهرباء على خطتها للصيف القادم.
وزير الدولة لاملس يبحث مع السفيرة الفرنسية لدى بلادنا آليات وأوجه التعاون المشترك. محافظ حضرموت واصل زيارته لمديريات الوادي والصحراء ويتفقد عدد من المشاريع الخدمية في وادي المحافظة. أهلا بكم من جديد. اطلع رئيس الحكومة أحمد بن مبارك من رئيس وأعضاء لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء على الخطة التي أعدتها اللجنة لضمان توفير احتياجات المحطات من الوقود استعدادا للصيف القادم. وأقر الاجتماع المنعقد في العاصمة عدن جملة من الإجراءات لتأمين وقود المحطات ودعم عمل لجنة المناقصات ووضع مقترحات لبدائل التوليد عالي الكلفة. ووجه رئيس الحكومة وزارة الكهرباء والطاقة والجهات المعنية بالتركيز على إمكانية استخدام الطاقة البديلة والحد من استخدام الوقود عالي الكلفة ودراسة البدائل المتاحة والحلول المطروحة، وفي مقدمة ذلك التوسع في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، مؤكدا على ضرورة إيجاد صيغ للشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال الواعد وتوفير التسهيلات اللازمة له. بحث وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس مع سعادة سفيرة جمهورية فرنسا لدى بلادنا كاترين كامونا آليات وأوجه التعاون المشترك بين السلطة المحلية في العاصمة عدن والجهات الفرنسية ذات العلاقة. وخلال اللقاء استعرض لملس أوضاع العاصمة عدن والجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية لتطبيع الحياة العامة وتحسين مستوى الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة، مقدما شرحا موجزا عن سير الأعمال والخطط الجارية بمختلف القطاعات وفي مقدمتها تنمية الإيرادات. من جانبها أكدت السفيرة الفرنسية موقف بلادها الثابت والمستمر في دعم بلادنا، مشيرة إلى أنها حريصة على التنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة في بلادها لتقديم الدعم المطلوب للسلطة المحلية بالعاصمة عدن بما يلبي احتياجات وتطلعات السلطة المحلية والمجتمع المحلي. دشن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري بالعاصمة عدن ورشة التخطيط التشاركي للخطة الوطنية لحماية الطفل التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف. وأوضح الوزير الزعوري أن الورشة ستناقش التقرير الشامل لأوضاع حماية الطفل في المحافظات المحررة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه البرامج لفتح نافذة الضوء في النفق المظلم الذي صنعته ميليشيا الحوثي بسبب الحرب المستمرة التي تشنها على البلاد منذ 9 سنوات. وشدد الوزير الزعوري على ضرورة تحقيق المنهجية من الورشة لإيجاد حلول لمشكلات الطفولة ومواجهة التحديات الراهنة. تفقد رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماسة محطة العند للوزن المحوري بمديرية المسيمير بمحافظة لحج. وطلع الماس على سير الأعمال التي ينفذها فريق العمل في المحطة وكذا أعمال ضبط الحمولات والأوزان المقامة في حملة الصندوق لإعادة ضبطها تحت مظلة القانون، مستمعا إلى وضع المحطة منذ بدء استلامها في يناير المنصرم إلى جانب الجهود المبذولة لعمليات الضبط والإفراغ للأوزان الزائدة لمركبات النقل الثقيلة. وأكد الماس على ضرورة العمل بذات الوتيرة لتحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها محطات الوزن.
استلمت السلطة المحلية بمحافظة المهرة قافلة المساعدات الرمضانية العمانية إفطار الصائم عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية. وخلال مراسم الاستلام نوه محافظ المهرة محمد علي ياسر بالدعم الذي تقدمه الحكومة العمانية لمحافظة المهرة والبلاد بشكل عام، مشددا على ضرورة أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها ومحاسبة كل من يقصر أو يحاول التلاعب بالمساعدات. بدوره أوضح الرئيس التنفيذي المساعد للهيئة العمانية أن القافلة تتكون من 95 شاحنة محملة بمواد غذائية متنوعة وعلى متنها 26400 طرد غذائي. ناقش اللقاء الصحي بمحافظة شبوة برئاسة المحافظ الشيخ عوض بن الوزير مستوى سير العمل الطبي في هيئة مستشفى شبوة العامة الذي تتولى مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية عمليتي إدارته وتشغيله. وناقش اللقاء مدى استفادة المواطنين من خدماتها الطبية المجانية وتفاصيل المرحلة الثانية من برامج تطوير خدماتها وقدراتها الطبية. وأثنى المحافظ بن الوزير على الجهود التي تبذل لتطوير وتحديث خدمات المستشفى، منوها بأهمية توجهاتها الجديدة لاستكمال ما تبقى من التخصصات الطبية وزيادة سعتها السريرية، مثمنا مواصلة دعم مؤسسة خليفة ودولة الإمارات لهذه المشاريع الطبية الطموحة للهيئة. دشن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بمديريتي حريضة وعمد عددا من المشاريع الخدمية ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى وتفقد أحوال المواطنين واحتياجاتهم، كما تفقد عددا من المشاريع الجارية بمديرية سيون، وذلك في إطار زيارته الحالية لمديريات وادي والصحراء حضرموت. زيارة تتواصل في يومها الثالث لمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي إلى مديريات وادي وصحراء حضرموت بهدف تدشين العمل وتفقد عدد من المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات بوادي وصحراء حضرموت. المحافظ بن ماضي وضع حجر الأساس لعدد من مشاريع الطرق والمشاريع الخدمية بمديرية حريضة وتفقد عدد من المشاريع الأخرى الجارية، إضافة إلى تفقده مشاريع تربوية وصحية في المديرية. كما التقى محافظ حضرموت قيادة السلطة المحلية وأعضاء المكتب التنفيذي بمديرية حريضة والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وأهالي المديرية للتباحث حول عدد من الموضوعات التي تهم المديرية. محافظ حضرموت دشن كذلك عددا من المشاريع الحيوية بمديرية عمد وأطلق البدء بإنجاز عقبة عجزر ومستشفى عمد وتأهيل المحطة التحويلية للطاقة الكهربائية بالمديرية، كما وضع حجر الأساس لمشاريع أخرى. كما عقد لقاء موسعا بقيادة السلطة المحلية وأعضاء المكتب التنفيذي بمديرية عمد والمقادمة والمشايخ والأعيان وأبناء المديرية مهنئا إياهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك. في إطار زيارة التفقدية لمديريات محافظة حضرموت، اليوم نحن في وادي عمد في مديرية حريضة بدءا عدد من المشاريع في مديرية حريضة تخص الكهرباء وتقوية الكهرباء والمحولات الكهربائية، وأيضا المجمع ومبنى الأمومة والطفولة إن شاء الله في مديرية حريضة، ثم في مديرية عمد عدد المشاريع الأخرى تخص الطرقات والكهرباء والتعليم والصحة. بن ماضي تفقد بمدينة سيئون بدو أعمال السفلة بشارع الجزائر بالمدينة وأشاد بمستوى العمل في الشارع، شاكرا تدخلات البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس في تمويلهم لمشاريع الطرق في مختلف مديريات المحافظة. الزيارة تتزامن بحسب المتابعين مع تدهور كبير للخدمات، خاصة خدمة الكهرباء التي تشهد انهيارا متواصلا قبل حلول فصل الصيف وقدوم شهر رمضان المبارك وغلاء معيشيا، وانشغال السلطة بافتتاح وتدشين مشاريع افتتحت ودشنت من قبل دون معالجة للأوضاع المعيشية والخدمية التي تتفاقم يوما بعد آخر. ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي مع نقابة الأطباء بالمحافظة سبل معالجة أوضاع موظفي ومتعاقدي القطاع الصحي بالمحافظة. وخلال اللقاء وجه الأمين العام
بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المطالب المشروعة للعاملين على أن يتم تحديد جدول زمني للانتهاء من عملها. وأقر اللقاء رفع وتعليق الإضراب الذي أعلنت عنه النقابة على أن تقوم إلى جانب السلطة المحلية بالمحافظة بمتابعة تنفيذ المطالب الأخرى المتعلقة بالحكومة مع الجهات المركزية المختصة. استقبل قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طالب بارجاش بمبنى قيادة المنطقة العسكرية الثانية نائب رئيس هيئة الأركان العامة والوفد العسكري المرافق معه، وناقش اللقاء الوضع العام للمنطقة العسكرية والتداعيات الأمنية، مستعرضا عموم الأوضاع بالمواقع الدفاعية لساحل حضرموت ومدى جاهزية القوات المنطقة العسكرية الثانية للدفاع عن أراضي حضرموت ومقدراتها العامة. وأشاد نائب رئيس هيئة الأركان بالاستقرار الأمني الذي يشهده ساحل حضرموت ودور الأجهزة العسكرية والأمنية لتعزيز حالة الأمن والاستقرار. وفي جولة ميدانية اطلع نائب رئيس هيئة الأركان العامة على المراحل التي تم إنجازها في مشروع مجمع نادي الضباط، كما زار المستشفى العسكري بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. زار المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي مديرية الشحر للاطلاع عن قرب على جهود رجال الأمن في استتباب الوضع الأمني بالمديرية. وخلال الزيارة أشاد العميد المنهالي بالجهود الحثيثة التي يبذلها رجال الأمن والشرطة في ضبط الجريمة وملاحقة مرتكبيها. وعقد المنهالي اجتماعا بمعسكر العلي أكد خلاله على أهمية رفع اليقظة والجاهزية واستشعار المسؤولية الوطنية والاستمرار في النشاط لتدعيم الحالة الأمنية في المديرية. كما طلع العميد المنهالي على سير العمل ومستوى الأداء في مركزي شرطة مدينة الشحر والحامي، مشيدا خلال زيارته الميدانية التفقدية بمستوى الانضباط والجاهزية، مشددا على مضاعفة الجهود الأمنية وتوطيد العلاقة الطيبة بين المواطن ورجال الأمن. بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية جديدة لبناء شقتين سكنيتين لأسرتين محتاجتين في منطقة مسيلة آل شيخ ومنطقة الصليلة بمحافظة حضرموت. وتأتي هذه الخطوة السخية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشخاص المحتاجين وتوفير المساكن اللائقة لهم، وتعكس أيضا الروح الإنسانية والرؤية الإنمائية التي تتمتع بها الهيئة في تقديم العون والمساعدة للمجتمعات المحتاجة. وخلال مراسيم التوقيع أوضح حميد راشد الشامسي مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة ودعم المشاريع التنموية والخدمية والبنية التحتية بمحافظة حضرموت. من جانبها أعربت الأسرتان المستفيدتان عن سعادتهما وامتنانهما لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودولة الإمارات العربية المتحدة على هذه البادرة الكريمة، وأكدتا أن هذه الشقق السكنية ستكون فرصة حقيقية لهما لبدء حياة جديدة وتحقيق الاستقرار العائلي. طبعا تم توقيع اتفاقية بناء شقتين سكنيتين في تريم وسيئون. هذه الشقق تقدم أسر محتاجة ومعوزة، وهذا يعطي منطلق من دعم دولة الإمارات للناس المحتاجة والمعوزة لهذا المساكن، ومساعدة منهم من هيئة الهلال الأحمر لتنفيذ هذا المشروع. والمشروع إن شاء الله راح يعني يجهز خلال فترة زمنية 4 شهور. ختام النشرة إلى عناوينها. رئيس الحكومة يطلع من لجنة مناقصات شراء وقود الكهرباء على خطتها للصيف القادم. وزير الدولة لملس يبحث مع السفيرة الفرنسية لدى بلادنا آليات وأوجه التعاون المشترك. محافظ حضرموت يواصل زيارته لمديريات الوادي والصحراء ويتفقد عدد من المشاريع الخدمية في وادي المحافظة. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.